الداخليه. نحيي ايضا باسم الامانه الجهويه للاتحاد الاولمبي للشغل، نحيي الاخوه اعضاء المكتب الوطني، نحيي ايضا اخر المنشات الوطنيه، وكنحييكم بحراره وكنقول لكم مرحبا بكم في المقر ديال الاتحاد الاولمبي للشغل. الابواب ديال المقر ديالنا مفتوحه على مصراعيها لجميع الانشطه اللي كتهمكم. اكيد ان اليوم هذا اللقاء كان بود وربما راه جاي في طريق الاخ الامين العام الجهوي، هو اللي غادي يحضر في هذا المكان، وعلى بعض الالتزامات فهو يتتبع عن قرب كل التحركات ديال المناضلات والمناضلين ديالنا في هذا القطاع اللي كنعتبروه الاتحاد المغربي للشغل قطاع حيوي، قطاع مهم، لانه النضالات ديالو هي اللي خلاته يوصل لهذه المكانه، والارتباط ديالو بالاتحاد المغربي للشغل ايضا اللي خلاته يتبوء هذه المكانه. فقد تسمح لي في البدايه هذا المقال لكم الاهتمامات ديال الاخ امين عام الجهوي الاخ المجيده، والاهتمام ديال الفور نرجعوا شويه للوراء، سواء في المسيره النضاليه ديالكم اللي كنتم قضيتوها هذا الموضوع نفس الموضوع، فكان دائما في تواصل واتصال وكيوصلنا على هذا القطاع اللي كيعتبر قطاع حيوي قطاع. اليوم ونحن نحضر معكم هذا اللقاء التواصلي تشاور كما قال الاخ عضو المكتب الوطني، فاننا يعني كنبقاو يعني صامتين. لماذا؟ لان فاش كنجيو للقطاع كان الاول حي واحد نسبه العنصريه، في حين ان القطاعات الاخرى مثلا التعليم الصحه فيها الادماج بالشهادات، يعني الشهادات مازال مفتوح الى حد ما. فدائما حنا كنقولوا في الاتحاد المغربي للشغل الشهاده اللي ما تبقينيش، الشهاده اللي ما غاديش تخليني نحسن المكانه ديالي، شنو هو الدور ديالها؟ ما دور ديالها؟ فاكيد اننا خص الاخوان ولا خص المسؤولين في الحكومه ديال عبد الاله بن كيلان يلقاو الحل لهذا المشكل، اللي ربما ماشي شي مشكل عاوز كما كتشوفوا. فاكيد انه بالنظرات ديالكم وبالمزيد من النظر اكيد انكم غادي توصلوا لنتيجه طيبه، ونتيجه اللي كنتمناوها الجميع هو التسريع في الادماج ديال العامليه بالشواهد، لان كما شفت الموضوع اصبح لا يقبل التاجيل. ونحن نقول في الاتحاد المغربي للشغل ماشي ما